أعزائي المشاهدين، رحب فيكم وحلقة جديدة من برنامج أصحاء. حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن مرض جدا شائع خصوصا في عالم الجلدية. يمكن أنتم ما سمعتوا عن مريض ما أصيب في مرض الإكزيما أو الحساسية. خلونا بس مع بعض مثل ما تعودنا في بداية كل حلقة نشوف التقرير البسيط هذا عن الإكزيما، وراجعي لكم بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض التقرير اللي تكلمنا فيه عن مرض الإكزيما. يمكن مرض الإكزيما واحد من أكثر الأمراض شيوعاً بالكويت أو حتى في منطقة الخليج. اليوم راح يكون معنا ضيفنا الدكتور أحمد الحداد، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، وراح نتكلم بداية عن في أي عمر عادة ما يصيب المريض مرض الإكزيما، شلون أشخص مرض الإكزيما، وأكيد الأكثر من هذا أهمية هي الأعراض اللي عادة ما يجي فيها المريض المصاب بمرض الإكزيما. خلونا مع بعض ضيفنا الدكتور أحمد الحداد، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، عشان نسمع إجابات للأسئلة هذه. اليوم راح أتكلم عن الإكزيما البنيوية، وهذه منتشرة بين أطفال المدارس. هذا النوع من الإكزيما ممكن يصيب الإنسان في أي عمر، بس غالبية المصابين بهذا النوع من الإكزيما تكون تحت عمر 5 سنوات، ومع الدراسات شافوا أن 90% منهم تصيبهم تحت سن 5 سنوات. عادة لتشخيص هذا النوع من الإكزيما يكون بالتشخيص الإكلينيكي بالفحص في مناطق معينة من الجسم تشتد فيها الإكزيما، وهناك أيضا عامل وراثي بأخذ التاريخ المرضي من المريض ومن أهل المريض، ممكن معرفة إذا كانت هذه إكزيما بنيوية أو نوع آخر من الإكزيما. الوراثة عادة تكون ليست فقط إكزيما بنيوية، بعض الأهل ممكن يصير معاهم حساسية في الجهاز التنفسي، وبعضهم ممكن يكون معاهم ربو، قد تكون متصلة، يعني يختلف بين طفل وآخر. بعض الأطفال ممكن تشوفون أن في الإكزيما البنيوية وفي نفس الوقت في مع ربو. الأهل ممكن يكون عندهم بس حساسية في الجهاز التنفسي وما في عندهم إكزيما. فمن هالأعراض هذه كلها وأخذ التاريخ المرضي ممكن تشخيص حالة الإكزيما البنيوية. عادة الجلد عند مرضى الإكزيما ما ياخذ الماء، يعني ما يخش الماء نفس الجلد الطبيعي، فراح تلاحظون ان هذا سبب الجفاف بالجلد. هذول المرضى يفقدون كميات من الماء فيسبب الجفاف للجلد، هم جلدهم يكون اكثر عرضه للالتهابات البكتيريه اللي ممكن تسبب بطبيعه الجلد، فهذه الالتهابات هم تحتاج علاجات معينه بالنسبه حق المرضى. تنقسم الإكزيما البنيوية إلى 3 مراحل عمرية: الأطفال الرضع أول ما ينولدون، وعادة تكون مناطق الإكزيما في منطقة الوجه، هذا أكثر شيء، وممكن تكون منطقة الرأس. أماكن أخرى ممكن تصيبهم هي منطقة الظهر ومنطقة القدمين، هذه المناطق سببها أن يكون في احتكاك الجلد مع الفراش، الياهل يكون منسدح على ظهره أغلب الوقت، فهذا الاحتكاك يسبب لهم الإكزيما، زيادة في الإكزيما البنيوية. بعد سن 2 لسن البلوغ تتغير الإكزيما، تبدي الياهل يبدي يمشي، فتبدي أماكن الإكزيما في منطقة الثنايا، هذا أكثر شيء. ممكن تطلع في أماكن أخرى من الجسم، بس هذه أكثر الأماكن اللي ممكن تطلع فيها الإكزيما. بعد مرحلة البلوغ هم ممكن نشوف أن الإكزيما موجودة في منطقة الثنايا،
بس بعض المرضى ممكن تكون عندهم شديدة، ممكن تكون منتشرة بالجسم في أكثر من مناطق، منطقة القدمين أو منطقة البطن. أنواع الإكزيما هم ممكن تكون إكزيما شديدة أو إكزيما مزمنة. عادة بالإكزيما الشديدة هذه بداية حدوثها، عادة يكون هناك احمرار شديد ويكون هناك مثل إفرازات من الإكزيما، وقد تكون هناك التهابات بكتيرية موجودة. مع تقدم بالوقت مع الإكزيما ومع الحكة راح نشوف أن المريض راح تكون فيه آثار حكة بالجلد في مناطق متفرقة من الجلد، راح يبدي الجلد نشوف أنه وايد ناشف، وفي مناطق هم مناطق معينة تحتاج العلاج. بالنسبة حق المزمنة ممكن الجلد نفسه يبدي يصير سميك كنوع من الحماية ومن كثرة الحكة، هم هذا هم يحتاج علاجات خاصة عشان نشوفها. 60% من المرضى ممكن تكمل معاهم الإكزيما لسن البلوغ، و 60% تروح عنهم، 40% ممكن تختفي عنهم بعد سن البلوغ. أعزائي المشاهدين، أخذنا فكرة جدا بسيطة عن مرض الإكزيما، لكن شنو هي العادات اللي يجب على المريض أو خلينا نقول والدة المريض أو والد المريض إنه يغيرها بالمريض عشان يتخلص من مرض الإكزيما؟ والأهم من كل هذا طبعا العلاج، شنو هو العلاج المتوفر؟ هل هي فقط علاجات موضعية؟ وفي حال إن كانت الإكزيما شديدة شنو اللي لازم يسويه المريض؟ هل يتجه إلى طبيب مثلا جلدية؟ هل يتجه إلى طبيب من نوع آخر؟ خلونا نسمع إجابات على الأسئلة هذه مع ضيفنا لحلقة هذا اليوم الدكتور أحمد الحداد، استشاري أمراض الجلد والتجميل. علاجات الإكزيما تختلف، علاجات الإكزيما على حسب حدة الإكزيما، حسب المناطق الموجودة بالجسم، وكذلك حسب العمر مال الطفل. هناك مهيجات للإكزيما يجب على المريض الابتعاد عنها، وإحنا نفضل ندرس الأطفال أن هذه الأمور أنه يجب الابتعاد عنها. يعني في مثل أنواع من الصابون اللي تكون فيها ريحة، هذه تعتبر من المهيجات ونفضل الابتعاد عنها. الصابون السائل هذا يزيد الإكزيما، حتى الشامبو يفضل أن يكون ما في عطورات ما في ريحة. هناك أنواع معينة من هذه الصابون والشامبو اللي يكون ما فيها ريحة ومخصصة للأطفال تكون مناسبة لهم، يفضل أن يستعملونها. بعض أنواع صابون غسيل الملابس اللي يستعملونه الشائع يحتوي على مواد كيميائية، هذه المواد تهيج الإكزيما نفسها، فنفضل في أنواع صابون ثاني ممكن يستعملونه حق ملابس الأطفال تخفف تهيج الإكزيما عندهم. استعمال المرطبات هذا مهم جدا لمرضى الإكزيما، عادة في أنواع كثيرة من المرطبات. اللوشن هو نوع المرطب اللي يكون مشابه للسائل، هذا يسبب جفاف للإكزيما، نفضل الابتعاد عنه. أفضل الأنواع هو الكريم والمرهم. المرهم نستعمله لحالات الجفاف الشديد ويكون ممتاز، وإذا كان محتوي على مادة اليوريا هذا تكون أفضل حق مرضى الإكزيما. على حسب حدة الالتهاب ممكن نحدد نوع الكورتيزون المستعمل لمرضى الإكزيما. عادة إذا كان نستخدم حق الثنايا نستعمل كورتيزون يكون قوته ما تكون قوية ولا ضعيفة. المراهم الكورتيزون المستعملة لمنطقة الوجه عادة تكون نستعمل أنواع الضعيفة. المراهم اللي تكون باقي مناطق الجسم إذا كانت الإكزيما شديدة ممكن نستعمل أنواع أقوى، بس يفضل تكون تحت إشراف طبيب وتكون عادة لفترة زمنية معينة. أنا عادة أخلي مرضاي فترة أسبوعين إلى 3 أسابيع، متى ما تحكمنا بالإكزيما ممكن نحوله لأنواع مراهم ثانية. في نوع من المراهم اللي هو يسمونه البروتوبيك، هذا ما في مادة الكورتيزون وممكن أن تساعد في علاج الإكزيما، يستعمل مرتين يوميا، وحتى لما تروح الإكزيما هذا المرهم ميزته أنه يباعد الفترات اللي المريض ممكن تصير فيه هذه، يعني ترجع له حدة الإكزيما.
بعض المرضى ممكن هم ما يستجيبون لهذه العلاجات الموضعية، وممكن عندهم تنتشر الإكزيما باقي أنحاء الجسم. هذه الحالة في علاجات أخرى، في أحد هذه العلاجات اللي هو العلاج الضوئي، يستعمل الأشعة الفوق البنفسجية بنوعيها الألف والباء. هذه ميزتها تخفف الالتهابات الموجودة بالجسم، تستعمل 3 مرات في الأسبوع وعادة 10 دقائق بالجلسة، وهذه ممكن من دورها تخفيف الإكزيما. عقب ما تخف الإكزيما نرد نحوله على العلاجات الموضعية ونكمل معه. طبعا هذه كلها لازم يبتعد عن مهيجات الإكزيما، إذا كان عنده حساسية غذائية هم نحاول أن يبتعد عنها، ما يأكلها بصفة دورية، يحط بباله أن الحساسية اللي تصير من الجو، فترة الغبار، من الحيوانات، أنه إذا تهيجت معه أنه يستعمل كريمات ويستعمل علاجات حال حدوثها عشان ما تتطور وياه. علاجات ثانية اللي هو تكون علاج حبوب الكورتيزون، هذه ممكن نستعملها هم لفترات معينة، فترة أسبوع إلى أسبوعين، بس نتحكم بالإكزيما ونوقفها. هناك علاجات ثانية مثل الميثوتريكسيت والسايكلوسبورين، هذه مثبطات للمناعة، نستعملها هم فترة معينة، وهذه تكون الإكزيما الشديدة اللي لا تستجيب لأي نوع من العلاجات. وأتمنى للجميع الصحة والعافية، وشكرا.